الأحبة الكرام، سيدات وسادة، دمتم وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من الفضائية الشادية من الجمينة، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية. قام صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة إلى مشروع بناء مصلخة الجرماية الحديثة، والتي تقوم ببنائه شركة مجموعة تانا التركية بالتعاون مع الحكومة الشادية. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله وزير الثروة الحيوانية الدكتور عبد الرحيم يونس علي والسفير التركي لدى البلاد بهدف الوقوف على سير أعمال المشروع. رشاد حسن طه. تجيء زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لمقر مبنى مسلخ جرماية الحديث الذي تقوم ببنائه مجموعة شركة تانا التركية بالتعاون مع الحكومة التشادية للوقوف على عملية سير بناء المسلخ الذي وضع حجر أساسه فخامة رئيس الجمهورية منذ العام 2014 وشرع العمل فيه منذ فبراير 2016. المشروع الذي خصصت لبنائه قيمة أكثر من 37 مليار فرنك سفا لم ينجز منه حتى اللحظة سوى 33%، بالرغم من أن الشركة القائمة ببنائه قد تحصلت على أكثر من 30% من القيمة. الأمر الذي جعل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يقوم شخصيا بزيارة المشروع لمعرفة الأسباب والمعوقات التي تقف عقبة أمام تقدم هذا المشروع الذي ينتظره المواطن التشادي بكل شغف للاستفادة منه اقتصاديا وصحيا باستعمال اللحوم ذات النوعية الجيدة وتفادي مخلفات الذبائح العشوائية. فور وصول فخامة رئيس الجمهورية استقبله وزير الثروة الحيوانية وسفير التركي لدى البلاد وبعض من مسؤولي الوزارة وعمال الشركة. فخامة رئيس الجمهورية وبعد استماعه لشرح من قبل القائمين على بناء هذا المشروع، إلا أن الواقع أثبت أن الشركة لم تقم بواجبها ولم تحترم دفتر مهامها الذي وقعته بهدف بناء هذا المسلخ الحديث. وقد أعطى فخامة رئيس الجمهورية توجيهات للقائمين على بناء هذا المشروع والبت في العمل واحترام بنود الاتفاقية. منذ أن قمت بوضع حجر الأساس لهذا المشروع وحتى اللحظة لم تقدم الشركة القائمة بهذا البناء ولم تقم بدورها ولم تحترم دفتر مهامها، بالرغم من أن الحكومة احترمت الاتفاقية وسلمت الشركة 53% من قيمة المشروع، لكن الميدان يثبت بأنها لم تنجز سوى 33%. ومن هذا المنطلق يجب على الشركة العمل والقيام بدورها وإدراك الوقت واحترام الاتفاقية، وهي متأخرة بسنة كاملة، وحقيقة خذلت. علما بأن زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لمشروع بناء المسلخ الحديث تدخل في إطار متابعته شخصيا للمشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد في مجال نهضتها الاقتصادية والاجتماعية التي وضعها فخامته في خماسيته الجديدة من أجل بناء تشاد أفضل.